ضلة تليجراف النهاردة في جامعة في محافظة دمياط للتعرف على الأنواع والأسعار الموجودة في ظل الإقبال اللي حضراتكم شايفينه على شراء الأسماك في سوق محافظة دمياط. مش كل الفطار هيكون لحمة وفراخ، مش كل يوم لحمة وفراخ. النهاردة الإقبال الأكتر على شراء الأسماك بمختلف أنواعها، سواء أسماك الشوي أو أسماك الأصناف الأخرى. هنتعرف النهاردة في جولتنا على الأنواع الموجودة بعد وصول أكبر منجم في السور في محافظة دمياط. زي ما حضراتكم شايفين، أول نوع قدامنا دلوقتي هو يعتبر أغلى الأنواع الموجودة النهاردة في السوق، الجمبري الجامبو. جمبري جامبو زي ما حضراتكم شايفين سعره 300 جنيه للكيلو، يعتبر من اكتر الانواع اللي بيكون فيها نسبة فسفور عالية، هي الجمبري والكابوريا والسيبيا والانواع الفسفوريات اللي متعارف عليها. الحجم اللي احنا شايفينه دلوقتي من اكتر انواع الجمبري اللي بيكون حجمها كبير اسمه الجامبو. هنتعرف اكتر على تفاصيل تانية وأنواع تانية في هذا اللقاء. قول لنا النوع ده إيه؟ سويسي، اسمه سويسي، جامبو. كام بقى؟ 300 جنيه، 300 جنيه الكيلو من الجامبو اللي حضراتكم شايفينه ده. كمان في كابوريا، الكابوريا الموجودة دلوقتي هي كابوريا ذكورة، يعني بيكون في ذكر وأنثى، والصيادين هنا والناس بيكونوا عارفين الاختلاف بينهم والفرق ما بينهم. بيكون الذكر الفص بتاعه كويس وبيكون سعره أرخص بكتير من الكابوريا الأنثى. سعر الكابوريا ب 40 جنيه سعر الكابوريا. زي ما قلت لحضراتكم منجم فسفور وصل لمحافظة دمياط. ده كمان جمبري نوع تاني، جمبري أبيض، 250. أنواع كل نوع بيكون ليه سعر مختلف. النوع ده إيه؟ بكام؟ القاروص 250 على حسب حجمه. السمكة قد ايه وزنها؟ على حسب، كيلو وثلاث ارباع او نص. الصغيرة دي بيكون نص، الاكبر شوية ممكن توصل لثلاث ارباع او كيلو. السمكة كيلو عاملة 250 جنيه. اللوت من انواع الاسماك البيضاء اللي بيكون عليها برضو اقبال، لان بتتعمل شوربه زي اللحمه والفراخ، ناس تانية بتشويها او بتتعمل سنجيري زيت وليمون. اصناف كتير ممكن تتعمل من القاروص واللوت، هم اكتر نوعين بيكون عليهم اقبال نظرا ان هم يحتوي على نسبه فسفور عاليه وكمان بيكون طعمهم حلو. حضراتكم شايفين كمان في شبار ابيض. بكام الشبار؟ شبار ابيض النهارده زي الدينيس ب 80. بكام بتقول؟ 80 جنيه كيلو السمك الشوي ب 80 جنيه شبار ابيض. ده بتاع بحيره. لسه جاي حي طازه. الأكلة المضمونة النهاردة السمك المشوي. الدنيس بكام النهاردة؟ 250 جنيه الدنيس. الواحدة قد إيه؟ يعني الواحدة ربع كيلو ب 250 جنيه كيلو الدنيس. إن شاء الله. ممكن ده يتشوي ولا بس زيت وليمون؟ زيت وليمون وشوربه وسنجاري وشوي، كل الانواع ممكن تتعمل من الوقار واللوت. كمان هنشوف كمان باقي الانواع الموجوده في دنيس اصغر شويه.
250 برضو أصغر شوية من التاني، برضو بيتعمل زيت وليمون وسنجاري، وكمان بيتشوي. أكتر حاجة بيعملوها فيه الدنيس شو، البوري بقى بأشكاله والهليلي ده أكتر حاجة زي ما انتم شايفين عليها إقبال من الناس، والتبارة. الأسعار بقت إقبال كبير على شراء الأسماك. مش عارف اتكلم معانا عشان الزحمة. التبارة كل حاجة النهاردة ب 100، والشبار الأبيض ب 80 جنيه، الشبار الأبيض ب 80، وأي حاجة ب 100، كل حاجة ب 100، البوري ب 100 النهاردة. حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله، والتجارة عروض أسعار، إقبال كبير جدا على شراء الأسماك النهاردة. محدش ياكل فراخ ولا لحمة النهاردة، كلهم هياكلوا أسماك، لأن الأسعار زي ما أنتم شايفين أسعار متوسطة مقارنة بأسعار الفراخ واللحمة النهاردة. البوري من الأسماك اللي ممكن تتعمل شوربة بيضة أو صيادية أو سنجاري. بسم الله ما شاء الله. كم واحدة كيلو من البوري ده؟ كم واحدة كيلو؟ ثلاثة، ثلاث حبيات كيلو، يعني كيلو فيه ثلاثة. يتعملوا بقى صيادية زي اللحمة بالظبط، بتبقى أطعم كمان. كمان في تبار اهو ب 100 جنيه كيلو. كل حاجة لسه جاية طازة دلوقتي، رزق اليوم بيومه، لأن صيادين صينيات بيشتغلوا رزق اليوم بيوم. الشبار كمان الصغير بيكون عليه إقبال، الشبار الأبيض ده اللي بيتقلي. الشبار الأخضر بكام؟ الشبار الأخضر بكام؟ حضراتكم شايفين بل كمان على الشبار الاخضر. بكام ده؟ ده مبطرخ. بكام ده بقى؟ لا 200 جنيه، ونشروها عادي، مش ونشروها عادي. خلي الحكومه تتدخل في الموضوع ده. انا شاري ب 240 و 200 ب 200 جنيه. وريني كده تمن صور كله مبطرخ. بسم الله ما شاء الله. 200 جنيه شبار للهواه، الشبار الاخضر للهواه فقط. سعره غالي النهارده، ولكن هو عشان مبطرخ وطازه زي ما حضراتكم شايفين. الشبار الاخضر ده من عشاقه اهالي مدينه عزبه البرج، وخاصه من السيدات والنساء بيحبوا جدا الشبار المبطرخ للهوايه زي ما قلت لحضراتكم. لكن النهارده البوري والتباره والجيران عليهم عروض ب 100 جنيه كيلو، عشان كده النهارده هناك اقبال كبير على شراء الاسماك، سواء دينيس او بوري. الدينيس ب 250 زي ما قلت لحضراتكم، والشبار الابيض ب 80 جنيه، يعتبر اقل سعر النهارده في السوق كله هو كيلو الشبار الابيض، برده بيتشوي وبيتقلي وبيتعمل اصنام، بس هو يعني يستحسن ان هو يشوي. الابيض الكبير يعني الصغير زي الكبير ب 80. الشبار الابيض ده 80 جنيه برده، 80 ده بقى اللي مش بيتشوي، ده بيتعمل اصناف تانية، بيتعمل صيادية برضو، زيت وليمون وبيتقلي. اصناف كتير بتبدع سيدات دمياط في طهي انواع مختلفة من الاسماك. بكده اعزائي المشاهدين نكون انتهينا من جولتنا داخل سوق السمك بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط، بلد الصيد والصيادين. زي ما حضراتكم شايفين اقبال كبير في سوق السمك على شراء الاسماك، نظرا لارتفاع اسعار اللحوم والدواجن. بكده نكون وصلنا معاكم نهاية اللايف. كانت معكم منى عبد الله، شكرا لمتابعتكم.